السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في حصة رقم 3 من سلسلة حساب نهايات الدالة اللوغاريتمية. إذا النهاية الأولى عندنا ليميت ديال إكس أس 4 ناقص ln إكس في بلوس لانفيني. التعويض المباشر كيعطينا بلوس لانفيني ناقص بلوس لانفيني. إذا بلوس لانفيني ناقص بلوس لانفيني بشكل غير محدد. إذا خصنا نحيدو هذا الشكل غير محدد. اذا ممكن ندير نستعمل تقنيه التعميل. علاش التعميل؟ لان دائما كنحاولوا نقلبوا على النهايات المرجعيه. النهايه المرجعيه في بلس انفيني عندنا ليميت ديال ln اكس على اكس او ليميت ديال ln اكس على اكس اس ان. اذا نعملوا باكس اس 4. اذا عملنا باكس اس 4 اذا في الحد الاول غيبقى واحد، وفي الحد الثاني داكشي اللي عملت به كنقسم عليه. يعني عملنا باكس اس 4 غادي نقسم على اكس اس 4. اذا في بلوس لانفيني. اذا هنا عندنا نهايه مرجعيه كتقول للصفر، وعندنا ليميت ديال اكس اس 4 هي بلوس انفيني. اذا بلوس انفيني مضروبه في واحد ناقص الصفر هي بلوس لانفيني، لان ليميت ديال ln x على x اس 4 بلس انفيني كتساوي صفر. ليميت واحد على x مربع زائد ln x في الزيرو بلس. اذا التعويض المباشر كيعطينا واحد على صفر بلس اللي هي بلس انفيني زائد ln ديال زيرو بلس هي موان لانفيني. اذا هذا الشكل غير محدد لان بلس موان هي ناقص. اذا زائد النهايه ناقص النهايه الشكل غير محدد. اذا خصني نحيد هذا الشكل غير المحدد. كذلك عندنا النهايه المرجعيه في الصفر هي الليميت ديال اكس ln اكس او الليميت ديال اكس ان ln اكس. اذا ممكن نستعمل تقنيه التعميل. كنعمل بواحد على اكس اس 2. اذا في الحد الاول غيبقى واحد زائد، وفي الحد الثاني عملت بواحد على اكس اس 2. اذا داكشي اللي عملت به كنقسم عليه. يعني شنو كنقسم عليه؟ يعني ln اكس على واحد على اكس كاري. اذا يعني باش نبسط هذه الكتابه كنضرب في المقلوب بواحد على اكس كاري. اذا غنرجع اكس كاري ln اكس. علاش؟ لان عندنا ln اكس على واحد على اكس كاري. اذا ln ديال اكس مضروبة في المقلوب ديال المقام اللي هو اكس كاري على واحد، اي اكس كاري ln اكس. اذا دابا غادي نعوضو التعويض المباشر. اذا عندنا هذه نهاية مرجعية. اذا في الصفر كتعطينا صفر، واحد على زيرو بلس هي بلس انفيني. اذا بلس انفيني مضروبة في واحد زائد صفر هي بلس لانفيني، لان ليميت ديال اكس كاري دائما ندير التعليل اكس كاري ال اكس في 0 بلس كتساوي لنا صفر. ليميت ديال ال اكس زائد 1 على اكس اس 3 عندما يؤول اكس الى صفر. اذا بالنسبه للصفر عندنا واحد النهايه مرجعيه ال ديال 1 زائد اكس على اكس. طبعا قبل من النهايه المرجعيه نديرو التعويض المباشر، غيجينا ال ديال صفر زائد واحد اللي هي ln واحد على صفر، اي ln صفر على صفر. هذا شكل غير محدد. اذا عندنا نهايه مرجعيه هنا كيمكن لي نفكك باش نلقى ديك النهايه المرجعيه. عندنا واحد على اكس اس 3 يمكن لي نكتبها على شكل واحد على اكس مربع مضروبه في واحد على اكس. اذا شنو غادي تولي؟ غادي تولي ليميت ديال ln اكس زائد واحد. اذا هنا عندنا اكس وهنا واحد على اكس. اذا ln ديال اكس زائد واحد هنا واحد على اكس مربع. اذا ليميت في الصفر. اذا عندنا نهايه مرجعيه ليميت ديالها كيقول لواحد، وعندنا واحد على اكس او كاري اي واحد على صفر. ومادام عندنا اكس او كاري راها صفر بلس، اذا كتقول البلوس انفيني.
إذا بلوس انفيني في الواحد هي بلوس لانفيني، لأن الليميت ديال ln x زائد واحد على x بالصفر هي واحد، والليميت ديال واحد على x كاري في الصفر هي بلوس لانفيني. ln ديال x على x كاري ناقص x عندما يؤول x إلى واحد. إذا التعويض المباشر غيعطينا ln واحد اللي هي صفر على صفر ناقص صفر اللي هي صفر. إذا هذا الشكل غير محدد. النهاية المرجعية في الواحد عندنا الليميت ديال ln x على x ناقص واحد. إذا ممكن نعمل في البسط بx وغادي يبقى لي x ناقص واحد. إذا في الواحد، إذا الليميت، إذا هذا ممكن نكتبها على شكل واحد على x مضروبة في الln ديال x على x ناقص واحد عندما يؤول x إلى العدد واحد. إذا عندنا هذه نهاية مرجعية الليميت ديالها سيؤول إلى واحد، وعندنا واحد على واحد كذلك سيؤول لواحد. إذا واحد في واحد هي واحد.